السلام عليكم. نعطيك الميكروفون وغادي ان شاء الله. مشاهدي قناة شوف تي في، اهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة اخرى من مدينة الجديدة. كيتواجد معنا هذا الشاب اللي تعرض للاعتداء بمدينة الجديدة وبالضبط بحي سيدي موسى كما جاء على لسانه. فهو تعرض للاعتداء من طرف اشخاص كان امام واحد المقهى، وتعرض للاعتداء بطريقة وحشية، طريقة بشعة. غيتكلم لنا على التفاصيل وكيفاش تعرض للاعتداء وشنو وقع ليه. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوتي وخواتاتي اللي كيتواجدوا معانا. خوت شنو وقع لك بالضبط من الاول حتى الاخر؟ خويا انا كتبارك في الدار، ما عليا ما بيا، مزموت. قلت انا نخرج برا شويه ونتنفس. كما خرجت انا برا وتنفس جنب المقهى كاين واحد الالومنيوم جلست عليه في تزيس سيدي موسى. كما جلست بحال جا عندي واحد الشخص هبط من الطوموبيل جا عندي بحال هكا، قال لي كتخرج في عينيك ما تخرج في عينيك. ضربني كروشي، هبطوا الاخرين صحابو طيحوني، ضربوني بريكه، تكرفسوا عليا، حط تكرفيس باش نعاود لكم اخوتي، تكرفسوا عليا شي تكرفيس مقود، تعدوا عليا بزاف. جاو واحد الدراري كنعرفهم جرجروني داوني للدار، جلسوني فيها، غسلوا ليا، مسحوا ليا، داووني. هاد الناس كنت باغي ندعيهم لا والو. مني مشيت للدار بحال هكا، ضربت شي 12 النهار بحال هكا بالحد صباح الحد. مني رجعت للقهوه قدت كاس ديال الرايب وشي شويه ديال الكاشير، قرت القهوه لتحت، بديت الله نقصيهم. جا عندي هذاك الشخص اللي ضربني بالبريكه، دي يقول لي خسرت عليك ما خسرت عليك، جرني برا، بغى يجرني برا، ما بغاش يخرج لي. جا مول القهوه قال لي شري اخويا الصداع وكل شيء، خرج عنده برا وتفاهمت وياه. خرج برا جايب لي الدرب كامل، دي هدو فيا، نديرو لك الفعل ولك نتركو لك. واحد شويه جاو البوليس، هربني واحد الشخص معاهم حتى هو هربني، خاض لي طاكسي، مشيت بحالي. مني مشيت بحالي عيط عليا الصديق ديالي قال لي انت مشيتي بحالك طيحتيني في ورطه، راه جاو ليا بدي هدو فيا، ردوا لي 1000 درهم، خاف منهم وكل شيء. مشيت انا اتجهت البوليس بالحد مع شي عشيه بحالك، اتجهت البوليس عاودت لهم داك الشيء اللي كاين، قال لي قيدوك تجيب لنا شهاده طبيه. مشيت اتجهت السبيطار اللي كاين في الجديده، قيدوا لي غريسون واحد الورقه قال لي تجيب تجي نهار 2 وتاخذ شهاده طبيه. مشيت عندهم نهار 2 قال لي داك اللي عندي لك شهاده طبيه راه فيها كوفيد، ما تجي عندنا نهار 3 في المستشفى الكبير ديال الجديده. المستشفى الكبير ديال الجديده. نعم. مني رجعت عندهم نهار 3 عطوني شهاده طبيه، جيت عندهم عند الامن المركز الكبير ديال الامن قال لي تمشي للطروازيام. مشيت للطروازيام بالثلاث، قادوا لي المحضر ديالي، صوبوا لي كل شيء. داز بحال هكاك شي 13 يوم ولا مع 14 يوم، جيت عند ولد عمي سيدي موسى، رجعت الغياب ديالي ماشي 13 يوم، مابقاش عمرت سيدي موسى واخا كنت ساكن فيه انا. مني رجعت للحي ديالي اللي حدا مدرسه احسان عند ولد عمي، جلست عندو، كنت باغي نخرج، صيفط لي واحد العناصر شافوني، صيفطهم ليا، شي كيجر ليا من عنقي، شي كيجر ليا من جاكيطا، وحدين اخرين وكيقلبوا لي، جوج اخرين، كيقلبوا لي في جيوبي، كانت عندي واحد 1000 درهم هي اللي عطاتها لي الوالدة، الله يخليها لي، واخا ما فحالهاش، أنا كنصيفط ليهم ونعاود لي هذا الشيء عطاتها لي. بدا يجروا فيا، تكرفسوا عليا تاهما، عيطت على البوليس، البوليس جا عندي، الله يخليه. جا عندي جاب لي اسعاف، هزتني الاسعاف، ضربوني الوجه ديالي ثاني، ضربوني في عنقي، تكرفسوا عليا بزاف تا هما. داوني للسبيطار، تعالجت كلشي، درت لهم تا هما شهاده طبيه. واش كنطالب به الشرطه، بغيت ياخذوا لي حقي، والحموشي بغيت يشوف هذا الفيديو، والمالك ديالنا الله يخليه لينا. انا بغيت هادشي نطالب به الشرطه الامنيه تاخذ لي حقي، وانا مأكد البوليس والشرطه والحموشي الله يخليه لينا الواجبات ديالو ياخذهم ليا، الله يرحم لك الوالدين. كما تشوف هذا الفيديو القضاء
القضاء دائما غيعطي المظلوم الحق ديالو، يعني الا كنتي مظلوم هادشي اللي عندك وشهاده طبيه 22 والشهود، يعني القضاء غينصفك ان شاء الله. عندي شهاده طبيه فيها 22 يوم وشكرا. القضاء غينصفك وغيعطيك حقك. انت دابا متخوف؟ انا خايب منهم دابا، دابا جديده خاصني نخوي انا على حساب هادوك. ولمت ولا تعرضت لشي حاجه هاد الناس كنوجه ليهم، كنوجه ليهم هاد الشيء اللي يتكرفسوا عليا، وكنوجه للشرطه اللي قتلوني ولا شي حاجه، اسماء ديالهم وكل شيء راه كاين في المحضر. كاين عاد الشرطه، كاين عاد الشرطه كل شيء. انا كنتخوف هاد الاشخاص اللي عندك معاهم عداوه. هاد الاشخاص كامل كيتجمعوا في القهوه ديال التيرسي، ومن جيت انا عند البوليس جيت عندهم نهار الخميس، هاد الخميس جيت عندهم بحال هكا، دخل عندي هذاك مول التيرسي اللي كيجمع هذوك الشمكاره وكيتكيفوا الحشيش تما، جامعهم جا عندي تلعب البوليس برا، قال لي خاصك فلوس، عطاك فلوس. قلت لي انا ما بغيت الفلوس لا والو، انا بغيت حقي. قال لي انا حقي في هذا المغرب، قال لي ما كاين لا حق لا والو، قال لي ميزي خرج الكواري، قال لي بغيتي الفلوس هي هذيك، ما بغيتيش فلوس راه رجليك في خطر، تا كلك في خطر. قلت لي انا لما كانش حق في المغرب، قلت لي يحسكوا لي راسي، ما بغيت نعيش انا في هذا المغرب. انا كاع ما باغيتش حاجه، باغي الحق ديالي، باغي الحق ديالي، يعني ما باغي لا مساومات. انا راه تواجهت الانتحار، انا راه كنت بنتحر، بغيت نهني راسي انا كاع، حين تضربوني وتكرفصوا عليا بزاف، بريك حجار سيوفه كيتعرضوا عليا يوميا، فين نمشي انا؟ قال لك غنمشي يعطوني شي ورقه نمشي بحالي انا من هاد البلاد كاع، وشكرا. كما سمعتوا هذا نداء ديال هذا الولد، هذا الشاب اللي امامنا اللي في عمره 29 سنه، اللي كيقول بانه ما عنده حتى خلاف مع شي حد في هذه المدينه، مع هاد الاشخاص فقط، وكيقول بانه لو وقع ليه شي حاجه ولا مات ولا اي حاجه ولا تعرضوا ليه، راه هادو هما السبب ديالو. كنتمنوا ان شاء الله القضاء ينصفه ويعطيه حقه، فكيما حكى وكيما تكلم وكيخدم على الوالدين ديالو اللي كبار في السن واللي كيتواجدوا بمدينه الزمامره، فالقضاء ان شاء الله راه غيعطيك حقك. الامن راه حنا في بلاد الامن والامان، ما عندك مناش تخاف، البلاد فيها الامن، وقت ما تكون شي حاجه تتصل بالامن راه كيكونوا عندك في اسرع وقت، وحنا كنعرفوا يعني كيفاش كيتحركوا رجال الامن ان شاء الله هنا بمدينه جديده، يعني ما عندكش من تخاف، بلادنا الحمد لله بلاد الامن والامان، وحتى القضاء ان شاء الله راه يعطيك حقك، ما تخاف والو. وفي انتظار ذلك استودعكم الله والى اللقاء.